أنا أشوف اليوم وإن كنت يعني عتب، ممكن يكون العتب على عبد اللطيف الحسيني وطلالة الشيخ، لأنهم اللي كان ممكن أنهم يوصلون للمدرب أنه لازم هذه فرصة أنك تفوز وتبعد، يعني تبعد عن الهلال ب8 نقط، تكمل في، وكنت قادر يعني. أنت كانت متاحة يعني. كانت متاحة أول 20 دقيقة قبل هدف الهلال، الشباب ضيع كرتين وكان يقدر أنه يوصل. لما دخل الهدف الهلال نجا الشباب، طبعا انا عندي نقطة التحول البلنتي، يعني لو جاء البلنتي كان 2-0 ويمكن يجي ثالث ورابع للهلال. الشباب لعب اليوم بدون ساتر دفاعي، ولكن ساعده طبعا الهلال وإصابة والضعف الفني اللي في الهلال، ولا الشباب اليوم ورا مفتوح. يعني كان ميشيل وماريجا اللي قابلهم السناترة، ما في محور. ليش؟ لأن الاثنين اللي هم بانيجا وكرشوف قدام قاعدين يلعبون، ستة لعيبة من الشباب في ملعب الهلال. تجي في الهجمة المرتدة تلقى مينا يرجع، تلقى هتان يرجع. طيب أنت الله معطيك واحد، أنا ماني بقايل أنه ممتاز، لكن في الأخير أنه هذا محور دفاعي يلعب القحطاني، القحطاني أي واحد، يعني المفروض أنه يعني أنت لاعب ستة مهاجمين، ستة لهم نزعة هجومية وقاعد تطلب منهم أدوار دفاعية. في كورة اليوم يمكن لو بترجع لها، كارلوس جونيور نازل ورا صقور يقطع كورة، هذا مو بدوره، هذا دور المحور. الهدف اللي جاء في الشباب على القوس، ليش؟ لا ما في لاعب قوس عندك أنت، فايش يعني؟ في أشياء بسيطة. أنت هذا اللاعب مينا في كورة يصير واقف جنب هتان، بعدين في كورة يصير واقف جنب جوانكا، جوانكا هناك يروح على الطرف يصير جنب كارلوس. فكان الفريق واضح، ما كنا مباراة اعتزال، يعني ما في فريق مرتب، ما في لعيبة مو مرتبين. يعني الناس قاعدة تتكلم ان متعب سيء، متعب دفاعيا سيء، متعب مو بسيء دفاعيا، مكشوف مكشوف، ما عنده احد، ما حد يساعده. انا ما اقول لك ان